السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. منح دراسية للعراقيين في الصين، تعرف على التخصصات المطلوبة وآلية التقديم. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توفر 30 منحة دراسية من جمهورية الصين الشعبية لبرنامجي الماجستير والدكتوراه، وحددت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في بيان أن آخر موعد للتقديم هو يوم الثلاثاء الموافق 25/4/2023، ويمكن للراغبين الاطلاع على التخصصات والتقديم. للاطلاع على التخصصات والتقديم والشروط والمتطلبات ستجدون روابط ذلك في وصف الفيديو.